أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وهذه أبرز ملفات اليوم. الأمير محمد بن سلمان يطلق إعادة إحياء جدة تاريخية وجهة سعودية عالمية. نزاهة تضبط 4 من موظفيها في قضايا فساد، وضبط 250 مليون ريال بحوزة 4 من منسوبي الحرس الوطني. طلاب البحرين يعودون للدراسة الحضورية بعد 1.5 عام من الانقطاع، واللقاحات ليست شرطا للتعليم الحضوري. أيضا تتابعون في الرابعة: أكثر من 70 مليون جرعة لقاح أعطيت في دول الخليج، ما يزيد عن نصفها في السعودية. وهيئة الفنون البصرية تطلق استراتيجيتها 55 برنامجا ومبادرة لتطوير القطاع. نبدأ من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية ضمن برنامج تطوير المنطقة الذي يهدف إلى أن تكون مقصدا رئيسيا لرواد الأعمال. ويأتي المشروع للحفاظ على المواقع التاريخية وصونها وتأهيلها تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030. ويمتد العمل على المشروع إلى 15 عاما سيتم خلالها تطوير جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية. جدة التاريخية يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وسجلت في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو عام 2014. معنا من جدة مراسل العربية زميل سلطان سلمي. سلطان، كما أشاهد الآن تتواجد الآن أنت في جدة التاريخية التي عادت إليها الحياة مجددا بعد إطلاق المشروع الذي أعلنه سمو ولي العهد. بالفعل محمد، الحياة عادت إلى مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، هي مساحة جدة، منطقة التاريخية هنا في منطقة البلد. هذه هي المنطقة التي شهدت إعلان لولي العهد السعودي بإطلاق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية من خلال إعادة بناء البنية التحتية والاهتمام بالموروث الشعبي وإعادة إحياء أكثر من 650 منزل تراثي. نتحدث عن مسارات سوف يتم العمل عليها داخل المنطقة التاريخية، وكذلك واجهات بحرية بطول 5 كيلومتر، كذلك مساحات خضراء وحدائق مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة. هنالك في هذه المنطقة تحيا بكثير وتبرز فيها الأسواق التاريخية، هنالك 5 أسواق تاريخية، هنالك أكثر من 36 مسجد تاريخي. يبرز المعالم التراثية لجدة التاريخية التي تحتوي على ممرات وساحات ومواقع ذات دلالات تاريخية مهمة جدا. هذا المشروع الذي سوف يمتد إلى 15 عام هنالك سوف يتم العمل على البنية التحتية والخدمية، وكذلك تطوير المجال الطبيعي والبيئي، وكذلك تحسين جودة الحياة وتعزيز الجوانب
الحضارية بشكل عام. تحدثنا بالأرقام عن هذا المشروع، إذا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي وهو جانب مهم جدا، وبحلول 2030 سوف يكون هناك رافد اقتصادي يصل إلى أو ناتج محلي يصل إلى 4.5 مليار بحلول 2030. نتحدث عن توفير 8000 وظيفة للشباب السعوديين والشابات داخل المنطقة التاريخية هنا في جدة. اليوم جدة تعيش أجواء مختلفة بعد هذا الإعلان، هنالك الملاك وحتى وزارة الثقافة السعودية التي بدأت من اليوم بعد الإعلان بالعمل ورسم الخطط الرئيسية والماستر بلان للبدء في عمليات الترميم واستكمال الخطط وتنفيذ هذا المشروع الذي أطلقه ولي العهد مساء البارحة هنا في جدة التاريخية. نتحدث عن إعادة الميناء القديم هنا في جدة، نتحدث أن جدة كانت منطقة مهمة جدا محمد لاستقبال الحجاج ما بين المدينة ومكة المكرمة، وكان هنالك ميناء قديم سوف يتم إعادة الإحياء من خلال واجهات بحرية تمتد إلى 5 كيلومترات، وكذلك تعزيز وأهمية تواجد المساحات الخضراء التي سوف تغطي هذه المنطقة بمساحة تجاوز 15%. نعم محمد. طيب شو السلطان، لابد أن نشير إلى هذه الشناشيل والمشربيات التي تنتشر في هذا المكان الذي تتواجد فيه ورواشن أيضا، وكاني أسمع منها نداء الحياة يعود مجددا إلى جدة التاريخية أو هذا المكان الذي يطلق عليه دائما محليا جدة البلد. بالفعل محمد، اليوم جدة هذه المنطقة هنالك منازل تراثية وتاريخية قديمة جدا تعود للعوائل وحتى تعود إلى أكثر من 3000 عام. جدة التاريخية اليوم تجاوز عمرها 3000 عام وهي منطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو. اليوم جدة فرحة جدا بهذا المشروع الذي سوف يبرز العوامل التاريخية والتراثية لهذه المنطقة، وسوف تكون منطقة جذب كبيرة للسياح وكذلك المثقفين والفنين والفنانين والمهتمين بالتراث والتاريخ القديم. اليوم هذه المنطقة سوف تكون واجهة للعالم وسوف تكون متحف حي لكل من لديه رغبة بزيارة المنطقة التاريخية لمشاهدة المعالم. اليوم جدة التاريخية محمد كل باب من هذه المناطق وكل بيت من هذه البيوت يحتوي على قصة ويحتوي على عوائل كبيرة جدا عاشت في هذه المنطقة وخرجت من هذه المنطقة وشكلت تاريخ هذه المنطقة بشكل عام جدا. اليوم نشاهد أسواق تاريخية قديمة جدا مهمة مثل باب قابل وسوق الندى وغيرها من الأسواق التي كانت منبر أو نواة تجارية مهمة للمنطقة الغربية بشكل عام، وكانت مقصد للحجاج والمعتمرين منذ قدم الزمن يقومون بعمليات الشراء والبيع والتبادل التجاري بين الحجاج في الجزيرة العربية وحتى خارج السعودية بشكل عام قديم. نتحدث أيضا نتحدث عن المطاعم الشعبية الموجودة اليوم هنا، نتحدث عن المتاحف، عن المواقع الأثرية وأهمية هذه المنطقة بشكل عام. محمد صديق سلطان، أنا حضرت أكثر من مناسبة في هذا المكان بالذات وكانت تنبض بالحياة، والآن أكيدا بعد هذا المشروع ستعود مجددا للحياة بشكل أكبر. سلطان السلمي من جدة تاريخية، شكرا جزيلا لك. انطلاقا من استثمار التاريخ والبيئة الثقافية ومن وسط قلب أحياء جدة التاريخية، ينطلق استثمار ملهم وواجهة عالمية للسعودية. من هنا ينطلق مشروع إحياء جدة التاريخية الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030. تاريخ وثقافة وحضارة وتحويل منطقة النابضة لموقع جذب اقتصادي، أسس ارتكزت عليها أهداف تطوير جدة التاريخية. المشروع الذي سيمتد تنفيذه 15 عاماً قادمة، مشروع لم يغفل أن المنطقة غنية بمقومات عدة تمكنها من أن تصبح مقصداً لرواد الأعمال الطموحين ومركزاً معيشياً أيضاً. سيعمل المشروع الذي يمتد ضمن مساحة تبلغ 2.5 كيلومتر مربع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة بوصفها موقعا تاريخيا لا مثيل له في المملكة، خاصة وأنها تحوي على أكثر من 600 مبنى تراثي و36 مسجدا تاريخيا وخمسة أسواق تاريخية رئيسية، إلى جانب الممرات والساحات العريقة والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقا رئيسيا للحجاج. كما أن جدة التاريخية ستحول ضمن هذا المشروع إلى بيئة متكاملة بمقومات طبيعية من ضمنها واجهات بحرية بطول 5 كيلومترات ومساحات خضراء مفتوحة تغطي 15% من إجمالي مساحة جدة البلد. تطوير جدة التاريخية سيتم وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية
وتطوير المجال الطبيعي والبيئي وتحسين جودة الحياة وتعزيز الجوانب الحضرية، إلا أن تطويرها راعى مفهوم الحفاظ على الطبيعة مع دمجه بالرؤية الهندسية العصرية، وبما يجعلها حاضنة للإبداع يلتقي فيها رواد الأعمال والفنانون ضمن مجتمع إبداعي يراعي الماضي والمستقبل. في جدة التاريخية، ومعنا من هناك أستاذ العمارة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عدنان عادس. أهلا بك دكتور عدنان إلى نشرة الرابعة. كيف سيساهم هذا المشروع الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان؟ حي قناة. أشكرك. كيف سيساهم هذا المشروع الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان في الحفاظ على هذا الجزء المهم من تاريخنا في المملكة؟ أول شيء أحب أمسي عليكم قناة العربية المميزة الصراحة، وأحيي مشاهدي العربية على نقل هذا الحدث الهام في تاريخ الحفاظ على التراث العمراني في المملكة العربية السعودية. وأنا كخبير حفاظ وتراث عمراني، هذا مشروع يعني ليس له مثيل في مناطق التراث العالمي أو حتى في أي منطقة تراثية في العالم. هذا يعني يبرز اهتمام ولي الأمر خاص يعني سمو سيدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه البالغ ليس فقط بجدة التاريخية. طبعا سبق تأسيس هيئات تراثية في العلا، في الدرعية، في جميع مناطق التراث العمراني في المملكة السعودية، وليس يعني بالضرورة يكون موقع تراث عالمي، لكن جدة التاريخية خصوصا سيسهم هذا المشروع في الحفاظ عليها، ليس فقط عن طريق إصلاح المباني أو إدخال بنية تحتية. أعتقد الهدف من هذا المشروع هو إرجاع الحياة الطبيعية، زي ما ذكرت هو إحياء. كلمة إحياء معناها إعادة الحياة الطبيعية، بمعنى الناس الطبيعيين. يعني جدة تكون بيئة صالحة للسكن وللعمل والترفيه، حيكون هناك طبعا نسبة كبيرة من الأسر الحديثة السعودية والمقيمة تجي إلى المنطقة التي تسكن فيها ويوفر لها الخدمات. طب جميل دكتور عدنان أن نسمع هذا الكلام، لأن هذه المنطقة التي تتواجد فيها دكتور عدنان بالتحديد كانت مهملة لسنوات سابقة، كانت مكان للعمالة الوافدة، وربما بعض المباني قد خسرت هيبتها وخسرت تاريخها جراء الإهمال قبل الالتفات إليها من خلال مشاريع وضعتها في مكانها الذي تستحقه. بدون شك أنا وافقك في الكلام، هذا كان في فترة إهمال. المشروع هذا ليس هو المرحلة الأولى، كانت هناك مرحلة تسبق هذا المشروع باسم مشروع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان لإنقاذ ودعم المباني التراثية في جدة التاريخية. قبل ذلك نعم المنطقة كان يسيطر عليها العمالة الوافدة، يعني كان في إهمال نوعا ما، لكن الآن بالمشروع هذا وهو مشروع شمولي سيتم توفير البيئة الصالحة لجذب الناس العاديين وإعادة الحياة الطبيعية كما ذكرت، وهذا جزء كبير من الحفاظ بطريقة مستدامة. هذا ما ينص عليه اتفاقيات التراث العالمي في اليونسكو، أنه الحفاظ لا يتم فقط عن إصلاح المباني، يتم عن من خلال إرجاع الحياة بشكل مستدام ورفع جودة الحياة في هذه البيئة التراثية.
طيب سؤال أخير دكتور عدنان، ماذا نتوقع في هذا المكان؟ هل بدأت تسمع صخب الحياة الذي اعتدنا عليه في جدة التاريخية؟ أنا أتوقع الصراحة وأؤيد طبعا بكل ما أوتيت من حواس هذا المشروع الجبار، ومن خبرتي الكبيرة يعني تزود عن 40 سنة في مواقع تراث ليس فقط في المملكة، في البلاد العربية والإسلامية والبلاد الدولية أوروبا وبلاد الأخرى، أنا أعتقد المسارات المختلفة التي نص عليها هذا المشروع حتحقق إن نفذت ونطمح إلى ذلك جودة الحياة المرتفعة التي ستجذب الحياة الطبيعية لهذا الموقع. أستاذ العمارة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عدنان عدس، شكرا جزيلا لك. أيضا في الرابعة ولكن بعد قليل، مصادر العربية تكشف عن توجه لتحديد سقف أسعار الفنادق المحيطة بالحرم المكي. أهلا بكم مجددا. باشرت هيئة الرقابة والفساد في السعودية 20 قضية جنائية جديدة خلال الفترة الماضية. أبرز هذه القضايا ضبط لواء وثلاثة ضباط بالحرس الوطني لحصولهم على أكثر من 212 مليون ريال من إحدى الشركات مقابل تمكينها من عقود مع الوزارة، وإيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات دفع 24 مليون ريال لموظفين حكوميين مقابل التلاعب في مشاريع حكومية. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أقافت أيضا 4 من منسوبيها بينهم ضابط برتبة عقيد متقاعد لتورطهم في قضايا فساد وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كما أعلنت نزاهة عن إيقاف وكيل جامعة سابق لتضخم ثروته العقارية خلال إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة وحصوله على 13 مليون ريال من خلالها. القضايا الجديدة شهدت الإعلان عن إيقاف رئيس هيئة النظر سابقا في أحد المحاكم العامة لحصوله على 2 مليون ريال من مالك عقار مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية، فضلا عن إيقاف رئيس جمعية خيرية لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ تفوق 6 ملايين ريال. معنا من الرياض المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ أحمد الحسين. أهلا بك أستاذ أحمد. إلى نشرة الرابعة، 3 قضايا تورط فيها موظفين من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لا يكون باب النجار مخلع أستاذ أحمد. أسعد الله مساك أخي محمد ومساء الجميع. لا طبعا الباب متقن وبه وسائل حماية كافية، وهذا حقيقة من الضبط هذه القضايا يؤكد ذلك طبعا، والهيئة أيضا تؤكد أنها تبدأ بنفسها في ضبط أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري داخل الجهاز، وهذا طبعا بما لديها من أدوات وآليات تمكنها من كشف الانحرافات الوظيفية لمنسوبيهم وضبطهم، مثل ما أيضا لديها أيضا أخي محمد وسائل وأدوات تمكنها من كشف ممارسات
المنطوية على فساد مالي وإداري في الأجهزة الأخرى، ولذلك استطاعت كشف هالممارسات وضبطت مرتكبيها من منسوب الهيئة، والتحقيق جاري معهم لحالتهم المحكمة المختصة طبعا بطلب الحكم عليهم بالعقوبة الرادعة والمشددة، أكيد المشددة بحقهم، لقاء طبعا ما أسند لهم من جرائم، وكذلك لاستغلالهم صفاتهم الوظيفية وعدم احترامهم مكانة الجهاز الذي ينتمون إليه. واللي يبغى أكد يعني أو الهيئة تأكد عليه بهالخصوص أنه لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانت جهته، سواء في هذه الهيئة أو غيرها من الجهات الأخرى، وكذلك أيا كان منصبه. والمساءلة والعقاب ستطال كل من يتورط في قضية فساد كائن من كان. بما فيهم موظفي هيئة الفساد، اسمح لي بس بما فيهم طيب. وكذلك أيضا لا يفوتني التأكيد على أن ترى جميع من تم ضبطهم سواء في هذه القضايا أو في قضايا أخرى من منسوب الهيئة أو من منسوب الجهات الأخرى، هم ما يمثلون إلا أنفسهم، وما يغير ذلك من الأصل وهو نزاهة أجهزة الدولة وموظفيها. كلام جميل. طيب، هناك كلمة ومصطلح دائما نسمعه في الإعلانات عن إلقاء القبض عن أشخاص أو أفراد أو جهات، وهو مسألة تضخم حساباتهم البنكية أو الإثراء وما إلى ذلك. يعني كل واحد صار عنده حساب وربي أنزل عليه نعمة، تروحون تلقون القبض عليه وتشتبهون في تورطه في قضية فساد أستاذ أحمد؟ لا طبعا، لا يعني الثراء في حد ذاته ما هو جريمة وحق مشروع لأي شخص كان موظف أو غيره، لكن الجريمة يعني تكمن في الإثراء غير المشروع. يعني أقصد بذلك يعني اللي يتحصل ما يتحصل عليه الموظف من أموال بطريقة غير مشروعة مستغلا وظيفته، هذا يعد جريمة يعاقب عليها. وهذا أيضا أكدته إذا تذكر الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أكدت أنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام، وليس الموظف العام فقط ومن في حكمه أيضا، بعد توليه الوظيفة زيادة ما تتناسب مع دخله أو موارده وتوفرت دلائل على ارتكاب وقائع فساد مالي أو إداري، فإن عبء الإثبات يقع عليه هو، وبالتالي يجب عليه يثبت مشروعية مصدر هالأموال اللي حصل عليها. وإذا عجز عن ذلك طبعا يحال لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي بالهيئة للتحقيق معه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. هذا هو المقصود بالإثراء غير المشروع. طيب، أيضا هناك نقطة مهمة أخرى تتعلق بتورط جهات أجنبية أو أفراد أجانب في قضايا فساد داخل المملكة، كيف تتعاملون مع هذه القضايا؟ طبعا كما يعني يعلم الجميع، النظام الجزائي للمملكة يطبق على كل من يرتكب جريمة داخل إقليمها أيا كانت صفته وجنسيته، يعني شخص طبيعي، شخص معنوي، سعودي، أجنبي. هذا طبعا إنفاذ مبدأ إقليمية القانون الجنائي، وهو يعد مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، بما يحقق حماية مصالحها وكذلك يحقق العدالة. وبالتالي يعني في كل من يثبت تورط فيها جريمة فساد مالي أو إداري أيا كان صفته وجنسيته سيخضع للمساءلة والعقاب وفق النظام الجزائي السعودي. طيب، بما يكفي حماية النزاهة. طيب، ولكن أستاذ أحمد، إذا كانت هذه الجهات أو هؤلاء الأفراد المتورطين خارج المملكة، هل تسعون أيضا لإلقاء القبض عليهم من خلال الانتربول أو من أي جهات أخرى تحقق العدالة فيما يتعلق بتلك الجرائم؟ صحيح، الاتفاقية العمومية لمكافحة الفساد نصت على تنظيمات وإجراءات وأدوات يمكن من خلالها طبعا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لهؤلاء الأشخاص وضبطهم ومساءلتهم ومحاكمتهم أيضا. إذن باب النجار ما هو مخلع، كما قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ أحمد الحسين. بدأ اليوم العام الدراسي الجديد في البحرين مع تخيير الطلاب بين التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد، في ظل رغبة حكومية باستمرار التعليم الإلكتروني حتى بعد انتهاء الجائحة، وذلك بحسب تأكيد وزير التعليم البحريني للعربية. عام دراسي جديد في مملكة البحرين يستأنفه الطلاب مخيرين بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في كل المراحل الدراسية، ذلك أن وزارة التربية والتعليم البحرينية تعتزم استمرار تجربة التعليم الإلكتروني حتى
بعد انتهاء الجائحة. احنا سوف نستمر في هذه المنظومة حتى لو انتهت الجائحة بعون الله تعالى، لأن هذه المنظومة اليوم تتناسب مع مهارات القرن 21 من حيث أنها تساعد النمو الطلبة في استخدامهم لهذه الوسائل المختلفة، تساعد على طرق تدريس جديدة، اتاحت لنا الفرصة نحن كمعلمين في مواصلة التعليم والتعلم عبر الحضور وعبر التدريس عن بعد، وهذا يسهل علينا عملية التواصل مع الطلبة من خلال المنصات التعليمية، موجودة التيمز، موجودة البوابة، فهذا يسهل علينا أكثر. يبلغ عدد الطلاب في البحرين حوالي 300,000، وبحسب البيانات فإن 56% من أسر الطلاب يفضلون التعليم الحضوري، وفي الوقت الحالي تطبق الجهات المعنية عدداً من الإجراءات الوقائية داخل المدارس، أبرزها التباعد الجسدي وفرض لبس الكمامات داخل الفصول، إلا أن تلقي اللقاح لا يعد شرطاً للتعليم الحضوري حتى الآن. سلمى الراجح، العربية، المنامة. أعلن المركز الإحصائي الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطى في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت حتى الآن 70 مليون جرعة لقاح في السعودية. بلغت اللقاحات المعطى أكثر من 38 مليون جرعة، منها 22,400,000 جرعة أولى و 15,700,000 جرعة ثانية. أما في الإمارات فبلغت جرعات اللقاح المعطى نحو 18,500,000 جرعة، وفي عمان تجاوزت الجرعات 4 ملايين، وفي الكويت أيضا أكثر من 3,013,000 جرعة لقاح، فيما أعلنت البحرين عن تطعيم 91.5% من سكانها، بينما بلغت اللقاحات المعطاة في قطر 4,500,000 جرعة. وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي لتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بخدمة المعتمرين والحجاج. تطرقت إلى التعاون المشترك والكبير بين الرئاسة والهيئة لتعزيز الخدمات المقدمة للمسجد الحرام لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتسخير كافة الإمكانيات التقنية وأبحاث الذكاء الاصطناعي في تطويع الروبوتات والتقنيات الحديثة لخدمة قاصدي المسجد الحرام. كشفت مصادر العربية عن توجه لإقرار سقف محدد لأسعار الفنادق في مكة المكرمة التي تستضيف المعتمرين بهدف توحيد الأسعار ودعم الفنادق المتعثرة جراء جائحة كورونا. بحسب المصادر فإن هذا التوجه الذي سيدخل حيز التنفيذ جاء بعد رصد تفاوت كبير في الأسعار في الفنادق أثناء حجوزات شركات العمرة، مؤكدة أنه سيتم وضع حد أعلى وحد أدنى لأسعار الغرف على أن يتم ضبطها من خلال المحرك السعودي للحجز الإلكتروني مقام. أيضا في الرابعة ولكن بعد قليل، التحالف ينقل عددا من اليمنيين العالقين في سقطرى إلى الغيضة. ومن أخبار الرياضة في نشرة الرابعة ولكن بعد قليل، مواجهات هامة للمنتخبات العربية في الجولة الثانية من تصفية قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم. أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. بتكلفة تتجاوز 19 مليون دولار افتتح الصندوق السعودي للتنمية مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام الأردنية ضمن 5 منح سعودية بتكلفة 2 مليار دولار لتطوير خدمات قطاع النقل ورفع التعاون بين البلدين. مشروع النقل السعودي في عمان
يتضمن 3 مستويات لتنظيم الحركة المرورية لأكثر من 65,000 مركبة يومياً. إلى مطار الغيضة اليمني وصل قبل قليل عدد من العالقين في جزيرة سقطرى من كبار السن والأطفال والمرضى والطلاب الدارسين في المحافظات اليمنية الأخرى عبر طائرة تحالف دعم الشرعية، حيث أقلت الطائرة قرابة 90 راكبا وراكبة من الطلاب والحالات المرضية والمرافقين لهم إلى مطار الغيضة الدولي بمحافظة المحرة. ومعنا من مطار الغيضة بالمهرة زميل عبد المحسن الحربي. أهلا بك عبد المحسن، كيف يسهم هذا المطار في مساعدة اليمنيين على تجاوز أي إشكاليات تتعلق بصعوبة التنقل مثلا من سقطرى إلى المحافظات اليمنية الأخرى؟ كما تشاهدون خسرنا قليل وصلت هذه. نعم تفضل تفضل عبد المحسن، رجع صوت مرة أخرى. اسمعني محمد. أسمعك والشاهد والسادة المشاهدين يسمعونك أيضا. تفضل. في الحقيقة يسير طيران التحالف بين الفترة والأخرى طائراته الخاصة إلى من جزيرة سقطرى إلى هنا حيث محافظة المهرة وتحديدا مديرية الغيضة وفي مطارها الدولي ليساعد العالقين في هذه الجزيرة الذين لا يستطيعون القدوم إلى هنا، وهم يأتون إلى هنا لأسباب كثيرة منها الدراسة والعلاج وغيرها. وصلت قبل قليل قبل ما يقال بالنصف ساعة كلهم تم وصولهم إلى هذا المطار، وتم أيضا ركوبهم إلى الباصات التي وفرها تحالف دعم الشرعية في هذه المنطقة لنقلهم إلى داخل مديرية الغيضة. عدد الأشخاص الذين وصلوا ما يقارب 80 شخص، كلهم من كبار السن والنساء والأطفال وأيضا الطلاب الذين تواصلوا وتواصل معهم تحالف دعم الشرعية لنقلهم بشكل مجاني. لا يستطيعون الوصول إلى هذه أهالي سقطرى، لا يستطيعون الوصول إلى محافظة الغيضة نظرا محافظة المهرة نظرا إلى ظروف الطقس وظروف البحر تحديدا، حيث لا يستطيعون التنقل بسبب البحر الذي الهائج في هذه الأوقات، فبالتالي التنقل سيكون صعب جدا. أيضا بعض الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل قليل قالوا بأن تكلفة الطيران مرتفعة جدا، فوفرت طيران تحالف دعم الشرعية هذه الطائرات بشكل مجاني. فالحقيقة التحالف يقوم بأعمال إنسانية كبيرة في هذه في محافظة المهرة إلى جانب هذه الطائرات التي يسيرها للعالقين في سقطرى. اليوم وزع تحالف دعم الشرعية عدد كبير من الأدوية التي يحتاجها مستشفى الغيضة المركز، حيث زود التحالف هذا المستشفى بعدد كبير من الأدوية التي استلمتها رسميا إدارة المستشفى، وهي بشكل عام ودوري تقوم بها تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى أنه كافة الخدمات أو كافة التجهيزات والإمكانيات التي لدى التحالف يسخرها لخدمة المدنيين في كافة الأوقات. نتحدث في وقت ما كان هنالك إعصار فطارت مروحيات التحالف لمساعدة الناس العالقين في هذا الإعصار. بشكل عام يقوم تحالف دعم الشرعية بهذه الأعمال الإنسانية بشكل مستمر. هذه الطائرة الثانية التي وصلت في غضون وهنا السؤال، هل هذه الرحلة ستكون بشكل دائم لمنع أو للحيلولة دون محاصرة المواطنين في هذه الجزيرة في حال كانت الأحوال الجوية لا تسمح لهم باستخدام مراكبهم للتنقل؟ بالفعل محمد، ونحن نتحدث اليوم هي الرحلة الثانية خلال أسبوع والرحلات مستمرة. تحدثت أيضا مع الأهالي قبل قليل قالوا بأن التواصل مع تحالف دعم الشرعية كان سهل ويسير، والتحالف رحب بهؤلاء الأشخاص الذين رغبوا بالمغادرة مغادرة جزيرة سقطرى إلى هنا. كان التواصل بشكل يسير وأيضا عملية النقل كانت بشكل يسير جدا، مسهل عملية وصولهم إلى هذه
المنطقة. أيضا التحالف يقوم بهذه الأعمال بشكل دوري، سواء كان من نقل العالقين في محافظة سقطرة أو ظروف الطقس التي تحدث هنا في محافظة المهرة، سواء كان في الإعصار تطير مروحيات لتخليص هؤلاء الأشخاص العالقين، أو حتى من توزيع الأدوية على المستشفيات إلى هنا. وبجانب العمل الأكبر وهو مكافحة التهريب، تهريب الأسلحة، تهريب المخدرات، تهريب الأشخاص، كل هذه يقوم بها تحالف دعم الشرعية، وبدعم وإسناد للقوات اليمنية المتواجدة على الأرض التي يقوم تحالف دعم الشرعية بدعمها بشكل كبير جدا، ما سهل ووضع محافظة سقطرة بشكل مستقل عن كافة المحافظات، وضعها فريد جدا. نتحدث عن وضع الأمني، عن وضع التنموي، عن وضع أيضا الإنساني في داخل المدينة من مستشفيات، من مشاريع، ومن أيضا كافة الخدمات التي تم تقديمها سواء الطبية أو أي من ذلك. محمد، موفد العربية من أمام مطار الغيضة بالمهرة، عبد المحسن الحربي، شكرا جزيلا لك. وفي السعودية وصلت نسبة حجوزات المساحات في معرض الدفاع العالمي إلى 85% من نخبة الشركات العالمية في القطاع الدفاعي والأمني، وذلك تحت تنظيم هيئة الصناعات العسكرية. معرض الدفاع العالمي يضم صناعات الدفاع البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مجالات الأمن والفضاء، وذلك لتحقيق التوافق العمليات بين صناع القرار في مختلف دول العالم. أعلنت هيئة الفنون البصرية السعودية عن إطلاق استراتيجيتها الشاملة التي تضمنت رؤية الهيئة ورسالتها وأهم الأهداف والبرامج التي تسعى لتحقيقها، وفق مؤشرات أداء محددة ودراسات معيارية متكاملة. تهدف الاستراتيجية لتصميم إطار شامل للعمل يضمن خدمة المجتمع الفني في السعودية وتمكينه من تأسيس بيئة فنية إبداعية تتيح للمواهب ممارسة الفنون البصرية بمختلف قوالبها، كما تسمح بالتواصل الفعال بينها وبين الجمهور العام، ويسهم في توفير بيئة ممكنة لنشاط المواهب عبر برامج ومبادرات نوعية. أترككم الآن في عهدة زميل زياد عبيدات وأخبار الرياضة. شكرا يا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. لحساب المجموعة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، تغلب منتخب كوريا الجنوبية على نظيره اللبناني بهدف مقابل لا شيء. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح تشانغ هون كون بتسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده عند الدقيقة 60 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة ارتفع رصيد كوريا إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد لبنان عند نقطة واحدة. ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره العماني الليلة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة. ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط بعد فوزه على فيتنام في الجولة الأولى، ويتساوى مع منتخب عمان الفائز على اليابان في بداية مشواره في هذه التصفيات. وتشهد العاصمة الأردنية عمان مباراة سوريا والإمارات ضمن المجموعة الأولى، وتعرض المنتخب السوري للخسارة في المباراة الأولى أمام إيران، فيما تعادلت الإمارات على أرضها مع لبنان. وفي المجموعة الأولى كذلك يلتقي منتخبا العراق وإيران، وتعادل المنتخب العراقي مع كوريا الجنوبية في الجولة الأولى من دون أهداف،
فيما تغلبت إيران على سوريا بهدف دون مقابل. وكان المنتخبان قد التقيا مرتين ضمن الدور السابق من هذه التصفيات، حيث فاز العراق ذهابا بهدفين لهدف واحد، وتغلبت إيران إيابا بهدف واحد. وفي التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، يلتقي الليلة المنتخب الجزائري مع بوركينا فاسو، وسيكون ملعب مراكش مسرحا لهذه القمة بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب عدم تمتع ملاعب بوركينا فاسو بالمواصفات المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي. وتأكدت مشاركة الجزائري سفيان فيغوري أساسيا بعد غيابه عن مواجهة جيبوتي لعدم اكتمال لياقته البدنية. وسيكون يوسف عطال الغائب الوحيد عن تشكيلة المدرب الماضي لتعرضه لإصابة مع فريقه نيس في الدوري الفرنسي. إلى التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وضمن المجموعة الرابعة يستقبل المنتخب الفرنسي الليلة منتخب فنلندا، ويدخل فريق المدرب ديديا ديشان المباراة بعد تعادلين على التوالي أمام البوسنة وأوكرانيا. ورغم ذلك حافظت فرنسا على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، فيما يتأخر منتخب فنلندا عن نظيره الفرنسي بفارق 4 نقاط مع مباراتين أقل. هناك انطباعات خارجية ليست هي نفسها من الداخل، لا توجد مشكلة على هذا الجانب. داخل غرفة الملابس كل الأمور على ما يرام وليست كما يتراءى للصحافة. هناك حقيقة واحدة فقط وهي الأداء داخل الملعب. أؤكد لكم أن جميع اللاعبين في حالة تركيز، لكننا نمر بفترة نجاح أقل، وهناك بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم واضطررت لتغييرهم بعد المشاركة بيورو 2020. كل شيء مرتبط بالثقة والنجاح، وباتت لدينا عادة مزعجة وهي التأخر في النتيجة ثم مطاردة منافس يتكتل بكثافة دفاعية كبيرة أمام مرمى. هذا أمر وارد في عالم كرة القدم وعلينا تقبله. وتشهد المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم مباراة هولندا مع ضيفه تركيا، ويتصدر الفريق التركي المجموعة ب 11 نقطة متقدما بفارق نقطة على هولندا الثانية. وتعرض الفريق الهولندي للخسارة في آخر مباراتين أمام تركيا بثلاثية نظيفة ومن بعدها بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفي المجموعة الثامنة تسعى كرواتيا لمواصلة مشاركة روسيا على الصدارة عندما تستقبل سلوفينيا، ويتصدر الفريق الروسي الترتيب ب10 نقاط وبفارق الأهداف عن كرواتيا، وستكون روسيا على موعد مع منتخب مالطا. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومباشرة نعود إلى محمد الطمحي. شكرا زياد. الآن إلى أحوال الطقس مع بنان. أهلا بكم مشاهدين. حالة الطقس الخاصة باليوم الثلاثاء نبدأها من السعودية، حيث لا تزال التوقعات باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير، بالإضافة إلى ارتفاع في نسب الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المناطق الغربية من المملكة. وفي العاصمة الرياض الأجواء صافية، درجات الحرارة في المستويات الأربعينية تنخفض ليلا إلى أوائل المستويات الثلاثينية، نسب الرطوبة دون 10%، ويطرأ نشاط على حركة الرياح قد يعمل على إثارة الأتربة والغبار. أما في العلا الأجواء صافية، درجات الحرارة لا تزال في أوائل المستويات الأربعينية، تعود الانخفاض ليلا إلى المستويات الثلاثينية مع نسب رطوبة منخفضة تسجل 9% وحركة الرياح خفيفة. وفي مكة المكرمة الأجواء غائمة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، درجات الحرارة في المستويات الأربعينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، نسب الرطوبة تزيد عن 40% وحركة الرياح نشطة. أما في السودة هناك احتمال هطول زخات رعدية من المطر، درجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية تعود الانخفاض ليلا لتصبح دون هذه المستويات، نسب الرطوبة تزيد عن 20% وحركة الرياح خفيفة جدا. وإلى الإمارات من دبي تحديدا، درجات الحرارة لا تزال في أواخر المستويات الثلاثينية تنخفض ليلا إلى أواخر العشرينات، نسب الرطوبة تقترب من 60%، وهناك نشاط ملحوظ في حركة الرياح. أما في الكويت الأجواء حارة، درجات الحرارة في أواخر المستويات الأربعينية تنخفض ليلا إلى الثلاثينات، نسب الرطوبة تقترب من 40%، وهناك نشاط كبير على حركة الرياح يعمل على إثارة للأتربة والغبار. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء. محور دوران الكرة الأرضية حول نفسها مايل على محور دورانها حول الشمس،
فهي تشرق من مكان وتغرب من مكان، لكن لديها مشرقين ومغربين ثابتين. المزيد في تقويم ودائما مع الدكتور خالد زعاك. للأرض دورتين، دورة حول نفسها كل 24 ساعة وينتج عنها الليل والنهار، ودورة حول الشمس كل 365 يوماً وينتج عنها الفصول الأربعة. وبسبب كروية الأرض فإن طول الليل والنهار والفصول الأربعة تختلف من مكان إلى مكان آخر، ففي بعض الأمكنة ينعدم فيها جوف الليل وفي أماكن ثانية يسود فيها الليل. ودائم الوقت لها حركتان، إحداهما ينتج عنها الأبيضان، آخرها طويلة متسعة ونتجت عنها الفصول الأربعة. ومحور دوران الكرة الأرضية حول نفسها مائل على محور دورانها حول الشمس بمقدار 23 درجة ونصف، وهذا ما يجعل مكان وزمان شروق وغروب الشمس يختلف على مدار السنة، فهي تشرق من كل يوم من مشرق وتغرب من مغرب. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولها مشرقين ثابتين في حال المنقلب الصيفي والمنقلب الشتوي لا تحيد عنها، قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. وما بين هذين المشرقين مشارق عدة تشرق منها الشمس في كل يوم، وهذه المشارق لا تحيد عنها الشمس قدر أنملة، فهي آية عظيمة لله سبحانه وتعالى، ولهذا أقسم الله بها: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هذا كل ما لدينا في الرابعة، تبقى تذكير بالعناوين. الأمير محمد بن سلمان يطلق إعادة إحياء جدة تاريخية واجهة سعودية عالمية. نزاهة تضبط 4 من موظفيها في قضايا فساد وضبط 250 مليون ريال بحوزة 4 من منسوبي الحرس الوطني. طلاب البحرين يعودون للدراسة الحضورية بعد عام ونصف من الانقطاع، واللقاحات ليست شرطاً للتعليم الحضوري. أكثر من 70 مليون جرعة لقاح أعطيت في دول الخليج، ما يزيد عن نصفها في السعودية. وهيئة الفنون البصرية في السعودية تطلق استراتيجيتها 55 برنامجاً ومبادرة لتطوير القطاع. إلى اللقاء.